قاعدين حايتين شغل وقاعدين على البحر، برد وسقعة، ولادنا حوالينا وما في مطارح ليفوتوا. اليوم رحت على بنين، رحت على الحزب القومي، كلهم بيقولوا لي ما في تطلع على سوريا. قلت لهم انا اللي بدي اطلع على سوريا، انا هيدي بلدي، سوري يطلع، لا انا بدي اطلع من بلدي، ما بقدر، بدي انا شيء لي خاص لابني، ابني مريض، بدي لو بقعد فيها لابني، ما بقعد عمان بس تخلص الحرب، وكان ما عندي مشكله، بس انا ابني ما بقعد فيه يقعد بالمدرسه مريض، عنده توحد. هيدي هي اللي بدي اوصلها، بدي بس رساله انه وصلكم اياها، بتمنى منكم بس تساعدونا، لو بمال، لو بمبلغ، لهالولاد، تياب ما عنده، طفل ما عنده، انا ما عندي، انا بعد مواد ما جيت من الحرب بتيابي. أنا بنت الضاحية بعد هلأ بتيابي. أنا بتمنى تساعدوني.